اهلا بيك في سلسله شرح حركات على الترامبولين. معانا اخر حركتين هي الوول رن والوول رن تويست. فركز كويس وتابع معايا. اتاكد انك عامل اشتراك اللي هو سبسكرايب الزرار اللي تحت ومفعل كل الاشعارات عشان يوصلك كل الحركات اللي هتنزل في السلسله. واثبت وجودك بلايك وكومنت لو استفدت من شرح النهارده. يلا بينا. معانا اخر حركتين في سلسله شرح اسهل حركات على ترامبولين وهي الوول رن والوول رن تويست. فلازم تتابع معايا وتتاكد ان انت شفت الشروحات اللي قبل كده ان هي هتسهل عليك شرح النهارده جدا، وبالاخص حركه الباك دروب. يلا بينا. حركه الوول رن هي حركه سهله جدا، ولكن لو فهمتها كويس الحركة عبارة عن الباك دروب عادي اللي احنا بنعملها، بننط وشنا للحيطة او الوول اللي قدامنا على ترامبولين، بننط عالي بعد كده ننزل باك دروب ونطلع لفوق ستيبس كأننا بنمشي على الحيطة، ونزق الحيطة ولكن في الاتجاه اللي تحت. يعني احنا بناخد ستيب والتانية بعد كده بنزق الحيطة لتحت وننزل باك دروب تاني بظهرنا عشان نطلع وول رن تانية، وهكذا. وكل ما كان عندك باور كل ما زقيت اكتر واخدت الدفعة من الترامبولين، كل ما عملت وول رنز كتير كل ما تضغط اكتر كل ما ترتفع اعلى اكتر. الابديت بقى بتاع الحركة دي وهو صعب شوية، وهي الوول رن تويست. الوول رن تويست هي عبارة عن اللي هي وول رن عادية، ولكن بناخد قبل الباك دروب تويست. فضروري جدا تكون بتعرف تعمل تويست واللي احنا شرحناه في اغلب الحركات اللي فاتت، فتأكد اللي انت شفت الشروحات دي. كل اللي هتعمله اللي انت هتعمل وول رن عادية. وول رن عادية هتطلع اول ما تطلع فوق وجسمك يتفرد تاخد تويست بسرعة وتنزل على ظهرك تاني. بتاخد تويست ازاي؟ اللي انت بتلف بجزعك وراسك ووسطك الاتجاه اللي انت هتلف ناحيته بأسرع ما يمكن، وتحافظ على رجل محطوطة على الوول وانت بتلف عشان ما تفقدش اتجاهك، وترجع تنزل تاني باك دروب على ظهرك. وبكده نكون خلصنا سلسلة شرح أسهل حركات على ترامبولين. سيب لك باقي الحركات في شاشة النهاية أو في الآي اللي فوق أو في الديسكريبشن تحت. متنساش تعمل لايك وتشير مع صحابك عشان تعم الفايدة، وسيب كومنت برأيك واقتراحاتك، واشوفكم في فيديو جديد وسلسلة شرح جديدة. كان معاكم الشرقاوي، سلام. طبعا انت في البداية هتاخد وقت عقبال ما تتعود على كل ده مع بعض، ولكن بعد ما تتقن هتلاقي الموضوع سهل، مستوى الجنان على، وهتكسر الخوف، مش هتكون محرج وهتتجنى اكتر واكتر. كده يكون خلص شرح حركة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم. فلو استفدت ما تنساش تثبت وجودك بلايك والكومنت لو حابب تستفسر او طالب حركة محتاج شرحها، وادخل شوف باقي الحركات والشروحات وانشرها وتحدى اصحابك وخلي غيرك يستفاد. كان معاكم شرقاوي، سلام. Dharma. Plowing through these fields, homie, I'm a farmer. Praying on my knees, but I ain't no martyr. Went to the same high school as Jeffrey Dahmer. Like the thing, I'm a young Lebanese scholar.